ولكن الغريب بالأمر أنه هذه البندقية اللي تستخدم للغازات هي مداها من 75 إلى 100 متر، والغاز الموجود والعتاد الموجود هو عتاد يستخدم في كافة دول العالم في مثل هذه الظروف، ولكن احنا وجدنا أو حدة إصابات بقتل أشخاص يبعدون عن القوات الأمنية أكثر من 300 متر. فبعد يعني انذهبوا إلى الطب العدلي وتم إخراج هذا المخذوف من أجسادهم أو من رؤوسهم، وجدنا أن هذا العتاد الموجود هو لم يستورد من قبل أي جهة عراقية، وإنما أداة الإطلاق بندقية مالته هذا العتاد دخل إلى العراق ليس عن طريق الحكومة العراقية، فكان استخدامه سيء. وزن المخذوف 3 أضعاف وزن المخذوف اللي كان يستخدم من قبل القوات الأمنية المختصة.